ليه؟ لان اتعملت بنيه تحتيه لكل نادي، نعم. وبعدين بيجيبوا مدربين، وطبعا المدربين المصريين كان ليهم يعني باع قوي جدا. استاذنا الكابتن عبد الصالح الله يرحمه كان من ضمن الناس اللي كانت بتدرب المنتخب السعودي، وكذلك معظم المدربين المصريين كانوا بيعملوا كوادر للمدربين. و دي نجوم النادي الاهلي وهي في المطار متوجهه، وادي لاعب النادي الاهلي المنتقل حديثا محمد شريف، وده واحد من اللعيبه الكويسه جدا كان في وادي دجله، وادي هشام محمد، وايضا عمرو بركات اللي ايضا انتقل الى الدوري السعودي، وادي كابتن عبد العزيز عبد الشافي والمدير الرياضي للنادي الاهلي والرحله، وادي استاذ ايمن بدره، وايضا كابتن سيد عبد الحفيظ، واستعداد النادي الاهلي للسفر الى السعوديه. اتفضل يا كابتن. كابتن طبعا البنيه التحتيه ديت، وبعدين في طبعا على المستوى الاداري برضو كان في ناس بتشتغل مع المدربين المصريين، خدوا منهم الخبرات الاداريه، واعتقد في يعني كوادر اداريه ناجحه جدا موجوده في السعوديه. ما فيش شك انه الدوري السعودي بقوته بيضيف للمنتخب اضافات قويه جدا، بتروح كاس عالم 4 مرات متتالية، ده إنجاز مش سهل، إنجاز قوي جدا. نتيجة حتى آسيا الآن أصبحت صعبة في التنافس، يعني كان طبعًا ممكن زمان على آخر الثمانينات أو التسعينات كان ممكن الدنيا تبقى أسهل، ولكن دلوقتي المنتخب السعودي عنده منتخبات العربية كلها تنافس، وأيضا وجود اليابان ووجود أستراليا والصين وإيران والصين، والصين يعني جاية، ولكن كوريا الجنوبية من أقوى المنتخبات. وبعدين عندهم دوري محترفين على أعلى مستوى، نعم. سواء اليابان أو الصين، الصين دلوقتي بتجيب كل نجوم العالم العالم، من نعم. كل حتة. نجوم العالم. وهم السنة دي طبعا نجحهم إن هم يوصلوا كأس العالم، وأعتقد إن برضه في طفرة تانية إن في 9 لاعبين سعوديين هيطلعوا للدوري الإسباني. هم طلعوا يعني طلعوا خلاص. أو طلعوا. طلعوا ومنتشرين في كل الأندية، فياريال وليبنتي بعض من الانديه كمان اللي ممكن يشاركوا فيها كابتن بصفه اساسيه، مش هيقعدوا يعني، ممكن يشاركوا بصفه اساسيه، وده المهم ان هو يشارك عشان يستفاد. مجرد ان هو حتى التدريبات اللي مع الفرقه ديت تدريبات قويه جدا، وبعدين اعداد بدني ونفسي مهم جدا، ان هو مجرد تواجده مع الفرقه، وبعدين اعتقد اللي هم لعيبه كويسه كمان، هم نعم. مش رايحين مجامله، لا ده لعيبه ونجوم، وارد جدا ان هم يدفع بيهم، لان الدوري الاسباني دوري قوي. ومع ذلك انا بشوف لعيبه احيانا بتلعب في الدوري الاسباني، عندنا لعيبه في مصر افضل كابتن منهم. حسام البدري هو بيضحك يا كابتن. ان كابتن حسام البدري دايما بيبقى متاخد عليه الصرامه، ولكن في يعني في الحياه لا. الطبيعيه والله بيضحك انا يعني. احنا في اتصال الصبح قبل ما يسافر كان يعني راجل بنضحك مع بعض، بنهزر مع بعض، مفيش مشكله خالص يعني.